السخانم جامبيك عنده اجتماع ضروري بعد المقابلة معك. كرمال هيك إذا مستعجل شوي بالمقابلة بكون ممنونتك، تمام؟ تمام. يمكن بكير على سؤالي، بس حضرتك ما قدرت تنال دعم المعجبين بفيلمك. هذا أول فشل لحضرتك، شو حابب تقول؟ طبعاً أنا تمنيت لو هالفيلم نال إعجاب المشاهدين وتقاطع معهم وحبوه، بس مع الأسف ما توفقت هالمرة هي. بس إن شاء الله، إن شاء الله الناس اللي متابعيني واللي كمان بيحبوني أكيد رح يكون في لقلهم شي جديد أفضل من يلي شافوا، وبتمنى أنه ينال إعجابهم. طيب، عم تحضر لشي جديد جان بيك؟ بالوقت الحالي في أكتر من مشروع، بس حابب أشتغل مع مخرج يقدر يطلع قدراتي. عم شوف هلأ، بصراحة عم حاول اختار السيناريو الأفضل من بين يلي ترشحوا لي. إن شاء الله بختار الأفضل وكون عند حسن ظنكم فيني. حضرتك تزوجت عن جديد، تأقلمت مع هالشي؟ يعني قبل الزواج كنت معروف بأنك نسوانجي كتير. أنا زلمة متزوج ومبسوط، وفتون أكيد ست رائعة وكاملة وبتمناها كل إنسان. وصدقوني هلأ صرت أعرف إنه علاقات الشاب العابرة هي عبارة عن تجارب لحتى تلتقي بالشخص المناسب بالحياة.